كمتالي او شفتيني وانت باقي ما عرفتيني كيف غنكون، اشنو بينك واشنو بيني قيمتك ناقصانة فين في بحر نعوم. ايوب حطاب كازاوي ولد كازا دوريجين ماروكو الجيريان d'un père marocain ou une maman algérienne. Donc, un passionné du indie rock. Donc, j'ai choisi indie rock parce que c'est le genre musical le plus proche de moi ou le plus proche de ce que je pense. Youb Hattab, elle n'a pas choisi l'indie rock ou l'indie pop ou la musique indépendante, mais plutôt il l'a choisi. Ou le qitrasi, le feeling, le qitrasi, c'est l'abbé de le style. Ou surtout les influences de l'UK, ce qui fait la musique de l'UK que je connais bzef. Ou j'ai décidé, je suis allé là, je la bouche de Derija ou la bouche de l'anglais qui forme moi le Maghreb Kamlin. Qandil, c'est une histoire de vécu. Ou aghlabiya de les chansons li kanghni, c'est sont des chansons li ana achetom, vraiment achetom. Lhad saa baqi ma qaddit nkhroj min rasi, ce qui fait dima kanghni ala dakchi li kanaichou ana. Ou j'aimerais bien bach ana ghda ou après demain anani naoud une histoire dial wahed ou naoud alih. Ça va pas créer grand chose في lyrics ديالي ولا في الكلمات puisque انني كنغني على شي واحد وكنغني على لو فيكو ديالو ce qui fait il a parce que بزاف الناس سولوني على هاد اللعيبه هادي سولوني على ان ايوب حطاب تيغني على راسو بزاف دابا actuellement تنغني على راسي بزاف parce que تنغني داكشي اللي تنحس به دابا après كيف ما قلت لك نقدر نتانسبيرا من شي استوار ديال شي صاحبي ولا ديال شي صاحبتي ولا ديال شي واحد ني نقدر نغني عليها فاسيلمون اللي ما كيعرفوهاش بزاف الناس سي كو ابار الموسيقى كندير تمثيل يعني ديجا خدمت في لا سيري ديال علي مجبود ليا هينا j'ai d'autres deux rôles de films ما نقدرش دابا نسبويلي لهذا مي التمثيل بديت كنحس به حتى هو ستان ليمون من لي زاليمون اللي خصني نبروفي فيهم je crois que l'artiste قبل ما يديسيدي باش يدير ان كارير سولو خصو فريمون يفكر في لو ديفي هذا اللي هضرتي عليه سكي في لو ديفي هنا هو انه غيخدم راسو غيخدم على لو فلو ديال الموسيقى ديالو من لامو حتى لافال يعني غادي خصو كلشي هو اللي جيري لو تو مي سون باسي بار ليكسبيريونس ديال الجروب باسكو ملي كتكون في الجروب ملي كتكون عندك باند c'est l'expérience ديال le live c'est l'expérience ديال le management c'est l'expérience ديال le choix surtout le choix ملي كتكون في جروب كيولي عندك le choix ما ساهلش il y a 5 personnes ولا 4 personnes ماشي بحال لا اون سولو ça veut dire ملي كدوز من le groupe كتحك بزاف وكتفهم بزاف د الحوايج على الموسيقى يعني ودابا راه كنشوفوا راه كاينين دي زارتيست اللي جاوا ديريكتومون بداو بانو غير في ديجيتال ما دوزوش الباند وما دوزوش اللايف اون فوا كيجي ان كونسير ولا كيجي شي حاجه كتحس بيه بانه راه ماشي في البروداكتيفيتي ديالو 100% البولفار زعما اون دي زيتاب اللي تعلمت فيهم بزاف د الحوايج سورتو لا سين سون فري سين بولفار سي سون فري سين اللي كاينه في المغرب يعني اون سين بكاع لي نورم والبوبليك بوبليك كاين غير لي جون يعني كاينين غير الناس اللي كيفهموا الموسيقى
ce qui fait خصك تميريتي هذيك لاسين باش تطلع تلعب فيها. عندي دي كولابوراسيون مع 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 ان رابور مغربي اي ان ارتست الجيريان تري كونو كيعرفو اي مغربي. ابخي غادي تكون عندي او بي اللي غادي تخرج في مي 2021 غيكونوا فيها 9 تيتر و جيسبر ان شاء الله الناس يعجبهم داكشي اللي غادي ندير وكنشكر اي واحد كيشجع ايوب حطاب وكيشجع هذا لو ستايل الجديد اللي جاب ايوب حطاب و ميرسي بوكو و جو فوز ام.